وزارة البيئة بقى إله يكرمهم كان ليهم إجراءات مع أمثال المصانع اللي بتعينها. المخططات الملوثة أبدأ أحد من اللود بتاعها، أبدأ من الحمل بتاعها اللي بيزود تلوث الهواء. وبنبدأ بحملات تفتيش على مثلا الصناعة الصغرى، عندي فواخير أو مكامير أو مصانع طوب، أبدأ أفتش عليها وأقوم بقياسات لها. في بعض المصانعات الملوثة بيصدر لها قرار بالمنع نهائيا زي مكامير الفحم. دي في الفترة دي اللي هي المفروض 3 شهور بتوع السحابة بنوقف المفروض توقف النشاط بتاعها نهائي عشان نتأكد ان الحمل الهواء يبدأ الملوثات تخف في الفترة دي. صناعة الأسمنت طبعا، حرق الوقود لو هو بيستخدم انواع من الغاليات القديمة او من الوقود القديم، الوقود اللي هو هيفي زي المازوت مثلا. الجروب اللي مسؤول على المنشآت الصناعية ابدأ توجه لشوف ايه، افحص ايه مصادر التلوث اللي حوالين المحطة دي عشان تبدأ تخفض مستويات التلوث اللي موجودة حواليها.